السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ورد من خلال اعزائي الكرام راح نشارك معكم تفاصيل جديدة حول نية بقاء الكوتش جمال ماضي على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري، وكذلك إمضاء عقد جديد إلى غاية 2026. عندنا تفاصيل جديدة اعزائي الكرام بغيت نشاركها معكم حول مستقبل الكوتش جمال ماضي ان شاء الله، وكذلك راح نشارك معكم اخبار تتعلق بطعن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لدى الفيفا، وكيف يعني كان ملف الاتحاد الجزائري لكرة القدم اللي بعثوه للفيفا، ما يوجد داخل هذا الملف راح نكشف لكم عليه ان شاء الله في هذا الفيديو. ومن بعدها سنمر الى اخبار مختلفة من تصريحات شرف ذي العمارة الرئيس الحالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم واللي قدم الاستقالة نتاعو، اين كشف لنا يعني عن متهم جديد في قضية ومهزلة الجزائر والكاميرون اللي شفناها في ملعب مصطفى تشاكر. كل التفاصيل راح نتعرفوا عليها ان شاء الله في هذا الفيديو، فاذا كنتم تشاهدونا للمرة الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا، ولا تنسوا لايك تشجيعا لنا لنشر المزيد من الفيديوهات مستقبلا. طبعا اعزائي الكرام بدون اطالة، في الفيديو السابق شاركت معكم باللي انه بالماضي حسب مقربين منه اكدوا لنا باللي انه بالماضي سيبقى مفكرا ماليا ويريد البقاء فوق رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري. يعني في الوقت الحالي بالماضي راه باغي يقعد في المنتخب الوطني الجزائري، وراه قابل التحدي الجديد مع المنتخب الوطني الجزائري، وهذا الخبر اسعد معظم الجماهير الجزائريه مؤخرا الا الحاقدين على الكوتش جمال ماضي بطبيعه الحال واللي يتمناوا رحيله من المنتخب الوطني الجزائري. على كل حال لحد الان بالماضي راه موافق به يعود الى المنتخب الوطني الجزائري، وكشفت لنا تقارير جديده حسب صحفيين جزائريين تفاصيل جديده حول هذه القضيه وقضيه بقاء الكوتش جمال ماضي في المنتخب الجزائري، حيث كشف لنا سعيد فلاك اعزائي الكرام هذا الصحفي الجزائري ان مسؤول في الفاف اتصل هاتفيا يوم امس بالماضي واقترح عليه عقد جديد حتى جوان سنه 2026. يعني بالماضي اذا راح يوقع مع المنتخب الجزائري راح يوقع على عقد جديد مدته ستنقضي إلى غاية جوان القادم سنة 2026. وطبعا أعزائي الكرام أكد نفس المصدر قائلا هذا المسؤول ينوي الترشح لخلافة شرف ذي العمارة على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بالماضي رحب بالفكرة. هذا هو المفيد، بالماضي راه مرحب بالفكرة باه يعود إلى المنتخب الجزائري ويمضي مع المنتخب الوطني الجزائري إلى غاية سنة 2026. وبالماضي حاليا أعزائي الكرام هنالك العديد من الأندية سواء في الدوري الفرنسي وهنالك العديد من المنتخبات تريد خطف هذا المدرب من المنتخب الجزائري نظرا لما يحدث يعني في الاتحاد الجزائري لكرة القدم حاليا من مشاكل، حابين يخطفوه، ولكن بالماضي رحب بفكرة البقاء في المنتخب الجزائري ولكن لم يقبلها لحد الآن طالبا مهلة للتفكير. وطبعا في هذه المهله للتفكير بالماضي حاجه باينه، راح ينتظر وسيرى من سيفوز برئاسيات يعني كما نقول اعزائي الكرام رئاسيات الاتحاد الجزائري لكره القدم، شكون هو اللي راح يولي رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم، ويشوف اذا بالماضي راح يخدم له هذا رئيس الاتحاد الجزائري ويوفر له المتطلبات نتاع المنتخب وكمدرب من ثم عاد يقبل. ولكن اذا بقات نفس الروينه فوين يجي؟ انا نحسن له العون صراحه، فماذا بينا اولا الاتحاد الجزائري لكره القدم ان يعجل من امره ويعني يشوفوا ويترشحوا ناس ذو كفاءه عاليه، نريد ان ننهض يعني مستوى المنتخب الوطني الجزائري والكره الجزائريه من جديد. وهذه الشروط بالماضي به يعود المنتخب الوطني الجزائري يفكر حاليا ماليا بالعوده الى غايه 2026. انا مع فكره بقاء الكوتش جمال ماضي في المنتخب الجزائري، وانتوما خبرونا رايكم في صندوق التعليقات ما رايكم حول هذا الخبر، وان شاء الله بالماضي يقبل ويعني يوقع مع المنتخب الجزائري، لانه حاليا هذا الجيل الصاعد للمنتخب الجزائري انا بالنسبه لي كمناصر ونعرف مدربين كثر جو للمنتخب الجزائري، بالماضي اعزائي الكرام حسيت باللي انه هو اللي واش نقول لكم نتكلم معكم كمناصر، حسيت باللي بالماضي هو افضل مدرب وماذا بينا يقعد من المنتخب الوطني الجزائري. ما راناش نقولوا باللي انه بالماضي كامل، حتى هو يقترف اخطاء، سبحان الله هذا بشر، لو كان حتى نجيبوا بيب غوارديولا راح يقترف لك اخطاء ويهب لك. فلهذا انا باغي بالماضي يكون مع المنتخب الجزائري، وكل واحد زي الكرام عنده رايه الشخصي يشاركوا معنا في صندوق التعليقات. بالنسبه للاتحاد الجزائري لكره القدم زي الكرام في الخبر الثاني اكد لنا اليوم باللي انه الفيفا سيدرس وذلك بشكل رسمي الملف والطعن الخاص بهم، وطبعا سيشاركون معنا النتيجة والقرار الخاص بالطعن الذي قدمه الاتحاد الجزائري لكرة القدم. حيث في الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم منذ دقائق من الآن أكد قائلا باللي أنه يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا
والخاص بمواجهة المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الكاميروني ضمن إياب مباراة الدور الفاصل المؤهلة لكأس العالم قطر سنة 2022، ستتم مناقشته يوم الخميس 21 من أفريل الجاري. من بعد راح يعطيونا الريزولتا، واش راح تعاد المباراة؟ راح نكشف لكم واش راح تعاد المباراة ولا لا، حسب الملف اللي يعني بعثته الفاف للفيفا. واش راح يعاقبوا الحكم ولا يعيدوا المباراة أو أي قرار آخر؟ في 21 من أفريل المقبل إن شاء الله راح نتعرفوا على جواب رسمي من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإن شاء الله يكون القرار قوي جدا. طبعا بزاف ناس يتساءلون كيف كان ملف يعني الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد بكاري قاسمة واللي بعثوه للفيفا، كيفاش كان الطعن؟ طبعا أعزائي الكرام، هذا هو ملف الاتحاد الجزائري لكرة القدم حسب شرف دي العمارة وتصريحاته الأخيرة. ياك هو رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وحاجة باينة باه يعني يمر ملف الفاف للفيفا، حاجة باينة يمر عليه هو سني عليه بعد يروح. وطبعا كشف لنا بعض التفاصيل تؤكد لنا كالآتي، يعني هذا هو الملف اللي بعثوه للفيفا، تؤكد لنا كالآتي قائلا: الملف الذي بعثناه للفيفا فيه أمور تتعلق بأمور تقنية والتي عملت تأثير على النتيجة، وأكدوا في الملف أن هنالك دلائل تؤكد أن الحكم لم يكن نزيها وكان منحاز لفريق الخصم. هذا ما جاء في تقرير يعني الفاف للفيفا حسب وعلى لسان وذمة شرف دي العمارة الذي حاليا هو رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم واللي قدم الاستقالة نتاعو، وطبعا ما بقاش بزاف وراح يديميسيوني وذلك بشكل رسمي على الورق. بهراكم تستناو انه الاتحاد الجزائري قدم بعض الصور والدلائل وبعض يعني الحجج باللي انه بكاري قاسم تحصل على رشوة ويعني التقطوا صور او مقطع صوتي، ما كانش الملف حسب تصريحات شرف دي العمارة مش ثقيل، مش ثقيل الملف اللي بعته الاتحاد الجزائري لكرة القدم للفيفا. ما رانيش باغي نعطيكم ضمانات ونقول لكم باللي انه بهذا الملف راح يعيدوا المباراة، ولكن اعزائي الكرام كي تعرفنا على الملف ما راحش يعيدوا المباراة. كرأي شخصي مني ما زلنا نستناو قرار يعني الفيفا، وراني متشوق باه نشوف قرار الفيفا، ولكن حسب رأيي الشخصي والمتواضع انه ما راح يعودوا لا للمباراة لا راح يعاقبوا بكاري قاسما. علاش ما راحش يعاقبوا بكاري قاسما؟ لانه عنده دعم من الكاف والفيفا وداروه في مونديال قطر كحكم. وعلاش ما راحش يعيدوا المباراة؟ ما عندكش دي بروف، فقط صور لبعض اللقطات، هو يعني الفيفا راح تخسر عليك وتقول لك باللي انه كانت هذه اخطاء تحكيمية فقط. هذا هو الملف، هذا هو الملف مثل ما اكد لنا شرف دي العمارة. وطبعا اعزائي الكرام يعني شرف دي العمارة اليوم كشف لنا عن متهم جديد في قضية فساد مباراة الجزائر والكاميرون، من كان سببا في تشويهها بعد حكم يعني الساحة. طبعا اكد لنا شرف دي العمارة في تصريحاته واخر تصريحاته اليوم قائلا ان الفار مسؤولية الفيفا وليس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وقائلا الفاف الاتحاد الجزائري لكرة القدم توفر المساعدة فقط لتقنية الفيديو، وحتى الكاميرات الخاصة ببعثة الفار من الفيفا وخاصة بالفار ومش نتاع الجزائر ومش حتى نتاع التلفزيون العمومي الجزائري. وقائلا: ولحد الآن لا نعلم وليست لدينا ملفات بخصوص ما حدث بين تقنية الفيديو والحكم، وسيتم فضح كل شيء في التحقيق. يعني احنا سمعنا مؤخرا باللي انه تقنية الفيديو ما كانت شغالة في الهدف الذي تم تسجيله علينا من تشوبو موتينغ عندما صرع مصر، راكم عارفين الهدف كيف تم تسجيله بدفع من لاعب المنتخب الكاميرون على عيسى ماندي، وعيسى ماندي اصطدم برئيس وهام بولحي واستغل الفرصة تشوبو موتينغ وسجل. يعني ما عندهمش ملف وتقرير ما حدث بين حكم الفيديو في تقنية الفار وكذلك باكاري قاسما، واذا راح يفتحوا تحقيق راح يعرفوا واش صار بيناتهم، وممكن انه راح تكون حجة كبيرة يضيفوها للملف نتاع الفاف اللي بعثوه للفيفا. هذا ما أكده لنا قائلا شرف دين عمارة. وطبعا هذا متهم جديد في هذه القضية، قضية الفساد بين الجزائر والكاميرون في تلك المباراة في ملعب مصطفى تشاكر، متهم جديد أعزائي الكرام ووجب التحقيق ضده، لأنك أنت راك ماجي من هيئة الفيفا، فإذا أنت ما دفعتش على نفسك هنا نفهم باللي أن الفيفا هي سبب خسارة المنتخب الجزائري والكاميرون، هنا لازم الفيفا تدافع عن نفسها، وهذه نقطة جيدة.
طبعا وصل كلامه قائلا شرف الدين عمارة: إذا اقتنعت الفيفا بالطلب اللي بعثناه لهم راح تبرمج إعادة مباراة أو قرار خاص حسب الملف اللي قدمناه له. الفيفا راح تدرس المباراة بأكملها ومن بعد راح تقرر العقوبة المتفق عليها للحكم أو شيء من هذا القبيل. وبالنسبة لإعادة المباراة، جنوب إفريقيا والسنغال كان بسبب واضح فيه أدلة قاطعة، يعني بسبب الرهانات وأن الحكم هذا كان فاسد وأراد تشويه المباراة. ولكن احنا انا فهمت من تصريحات شرف الدين عمارة بلي انه احنا ما عندناش تلك يعني التقارير مثل ما التي قدمت في المباراة اللي جمعت بين جنوب افريقيا والسنغال التي تم اعادتها سابقا. وقائلا مرة اخرى: يجب ان اكون صريحا، نحن قدمنا ملف لتحقيق في امور تقنية كان لديها تأثير على النتيجة، لا يجب ان نوهم الشعب والجمهور الجزائري باشياء لن تتحقق، ولا يجب ان نعطي الامور اكبر من حجمها. كرة القدم في الجزائر ليست مربوطة بمقابلة، لكن محتاجة إلى إعادة النظر في كل المنظومة. يعني من الآخر، الفيفا في نهاية المطاف حسب هذه التصريحات وحسب الملف الذي قدم، ما تستناش أنه راح يكون قرار كبير جدا. أنا ما أتوقعش حتى باكاريجا سامو راح يعاقبوه، ما راحش يعاقبوه عزيزي الكريم، لأنه عنده دعم من الفيفا والكاف، ويعني حتى تقنيات الفيديو اللي ما كانتش شغالة وفيها عطب تقني، سبحان الله، يعني هذاك تقنيات الفيديو ما ولاتش مارش، ما ولاتش شغالة فقط في الهدف الذي سجل علينا، ولكن احنا كسجلنا الهدف برأسية متقنة من إسلام سليماني تطورت التقنيات وأصبح فيها تقنيات الهولوغرام، تقنيات يعني الأشعة تحت البنفسجية، الأشعة الخضراء يجبدوا لك العظام سكانر، ولا يعني تقنيات الفيديو غير باه يلغيو الهدف نتاعنا ويعني كيسجلوا علينا ما ولاش كامل الفار ديريكت محسوب. انا نفهم بزاف حواجات، وان شاء الله نحن حاليا في انتظار يعني قرار الفيفا، وان شاء الله يكون لصالح المنتخب الوطني الجزائري على الاقل، لو كان حتى ما يعاودوش المباراه، وهذا شيء انا استبعده حاليا بعد ما تعرفت على الملف نتاع الفاف. لو كان حتى ما يعاودوش المباراه يا خويا، ما رانيش باغي باكاري غاساما يزيد يكمل المسيره نتاعو كحكم، خرجوا من المونديال، انا باغي يخرج من المونديال، هذا في حال اذا ما عادتش المباراه، اذا ما يعاودوش المباراه نحرم، خرج لي انا باكاري غاساما وراح نجيبها مور باكاري غاساما حتى يخرجوه من المونديال كما خرجنا احنا من المونديال. كان هذا فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام.